في هذا الدرس سنرى الاستثناء بغير وسوى. حمل التلميذ الكتب غير القراءة. رسم الفنان الحيوانات سوى الفيل. ما حضر العاملون إلى المعمل غير واحد. لن يتغيب غير المريض. إذا نلاحظ هنا أننا استثنينا القراءة من الكتب، والفيل من الحيوانات، وواحدا من العاملين، والمريض من الذين تغيبوا. إذا كيف نعرب غير وكيف نعرب المستثنى؟ إذا كان الكلام مثبتا والمستثنى منه مذكورا الذي هو الكتب، فإن غير تعرب منصوبة على الاستثناء، بينما المستثنى يعرب مجرورا بالإضافة. رسم الفنان الحيوانات سوى الفيل. هنا الكلام مثبتا والمستثنى منه مذكورا، سوى تعرب منصوبة على الاستثناء، والفيل مستثنى مجرور بالإضافة. أما إذا كان الكلام منفيا والمستثنى منه مذكورا العاملون، فإننا يجوز أن نقول غير واحد أو غير واحد، إما أن تكون غير منصوبة على الاستثناء أو غير بدل مرفوع من المبدل منه العاملون، بينما المستثنى يبقى دائما مجرورا بالإضافة. أما إذا كان الكلام مثبتا والمستثنى منه غير مذكور، فإن غير تعرب حسب موقعها في الجملة، هنا تعرب فاعلا مرفوعا، أما المستثنى فيبقى دائما مجرورا بالإضافة. القاعدة: المستثنى بعد غير وسوى يكون دائما مجرورا بالإضافة، وتعرب غير وسوى إعراب المستثنى بإلا. نطبق: أعرب سلم الإبن على القادمين غير واحد، ما رأى الجالس أحدا غير الوالد، لم يفترس الذئب غير شاة. سلم فعل ماض مبني على الفتح، الإبن فاعل مرفوع بالضمة، على القادمين جار ومجرور، غير منصوب على الاستثناء وهو مضاف، واحد مضاف إليه مجرور. ما أداة نفية؟ رأى فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف، الجالس فاعل مرفوع بالضمة، أحدا مفعول به منصوب، غير منصوب على الاستثناء أو بدل وهو مضاف، الوالد مضاف إليه. لم أداة جزم، يفترس فعل مضارع مجزوم، الذئب فاعل مرفوع بالضمة، غير مفعول به منصوب وهو مضاف، لأن الكلام منفي والمستثنى منه غير مذكور، شات مضاف إليه مجرور. شكراً.